صباح الخير سلمى. صباح النور، يسعد صباحك. يسعد صباحك وصباح جميع مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتوا عم تتابعونا. رحله صباحيه جديده عم نبتديها معكم، فيها محطات عديده من دمشق اكيد والمحافظات السوريه لهم حصه برحلتنا، بس كالعاده بنتمنى دائما مع بدايه كل نهار يحمل لكل الناس الخير والبركه وراحه البال والانفراج والرزق الكثير. اكيد يسعد صباحك نور، صباح الخير لكل مين عم بيتابعنا. إن شاء الله يا رب هاي الأيام تكون كلياتها صحة وخير على الجميع، وأكيد مثل العادة رح نروح لفاصل صغير وبعدين نبلش محطاتنا الصباحية. سلمى، رحل أمس الموسيقي السوري حسام الدين بريمو عن عمر يناهز 60 عاما مع مسيرة حافلة درب خلالها مئات الطلاب وأسس 5 جوقات استطاع أن يخلق تناغم استثنائي للغناء الجماعي. أكيد نور، يعني ألف رحمة ونور على روح المايسترو، وعزانا أكيد لأهله وعائلته. يعني المايسترو حمل لقب الأب الرؤوف من طلابه ومحبينه، ووهب جزء هام من مسيرته بتدريس فنون العزف ضمن المعهد العالي للموسيقى بدمشق. أتقن الغناء الكلاسيكي بفترة التسعينات وأصبح مدرس لغناء الكورالي والعزف الموسيقي. أكيد أسس مثل ما قلتي جوقات 5، غنى مقامات مختلفة والأنغام والتراتيل أكيد، وأصبح واحد من أشهر مؤلفي الموسيقى في سوريا. أكيد الرحمة والسلام لروحه، العزاء أكيد لعائلته وأسرته، للعائلة الكبيرة الفنية. كان مايسترو حسام ضيفنا دائما برحلاتنا صحيح. الصباحية عزيز على قلبنا كتير، وما في مرة إلا ما لبانا فيها، وكنا نحسه من أهل البيت، وما بننسى ضحكته الجميلة ولمعة عيونه الحلوة وهو عم يحكي عن طلابه. أكيد كمان العزاء لطلابه بنعرف قديش له مكانة كبيرة بقلوبهم. أكيد، ويمكن اللونة للغناء الجماعي بتضم مختلف في الأعمار صحيح. والأطفال فعلا بيروحوا هن معتبرين أنه الأب حسام الدين بريمو هو أبوهم فعلا، مو بس موسيقار. الله يرحمه، خسارة كبيرة، ولكن يمكن عزائنا أنه رح يبقى ذكرى موجودة بين كل الطلاب اللي درسون وكل الخريجين اللي مروا من أمام هذا الموسيقار، وأكيد بالألحان اللي تركها. أكيد سلمى، ما هلأ بننتقل لمادتنا التالية ونتعرف على معلومات جديدة ممكن نكون نتعرف عليها لأول مرة، ممكن تكون مرأة خلال حياتنا. خلونا نتابعها بالتقرير التالي. هل تعلم بأن عين الإنسان تستطيع أن تفرق وتميز بين 10 ملايين لون فقط؟ وأننا نقضي 10% من الوقت الذي نكون مستيقظين فيه بعيون مغلقة لأننا نرمش بها طوال الوقت، حيث ترمش العين حوالي 12 مرة في الدقيقة. وهل تعلم بأن الخلايا في عين الإنسان تأخذ شكلين، أحدهما على شكل قضيب والأخرى مخروطية الشكل؟ الخلايا التي على شكل قضيب تمكنك من رؤية الأشياء، والخلايا مخروطية الشكل تمكنك من رؤية الألوان. هل تعلم بأن تركيب دموع الفرح تختلف عن دموع الحزن، وأن العين دائمة التحرك في حركات طفيفة لضمان وضوح الرؤية؟ وأخيراً، هل تعلم بأن العين تدرك الصورة مقلوبة وبأن العقل هو من يعدلها؟ ما هلا نور، رح نرجع لرزنامة التاريخ ونقلب بصفحات الذاكرة نتعرف على أبرز الأحداث اللي سجلت حضورها بمثل هاليوم. تتولد أحداث جديدة وبتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة بنسترجعها مع بداية كل صباح. اليوم 25 آب، خلونا نتعرف على أبرز هي الأحداث. بمثل هاليوم من عام 1768، المستكشف الإنجليزي جيمس كوك يقوم بأول رحلة بحرية له. بعام 1944، تحرير باريس من النازية وبداية إسدال الستار على الحرب العالمية الثانية. بعام 2020، اللجنة الإقليمية الإفريقية للإشهاد التابعة لمنظمة الصحة العالمية تعلن اكتمال استئصال شلل الأطفال في إفريقيا.
هاليوم شهد على ولادة عدد من الشخصيات يلي كان إلها بصمة مميزة. بعام 1930 شون كونري ممثل اسكتلندي، وأيضا شهد هاليوم على وفاة عدد من الشخصيات. بعام 1900 فرايدر كينتش فيلسوف ألماني، وبعام 1908 هنري بيكرل عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء بعام 1903. أما هلأ سلمى بننتقل لأولى محطاتنا الصباحية لليوم، عالم الطب والصحة. كثير من النساء يمكن بتعاني من آلام في الحوض، مشاكل يمكن بتقلك في عندي ألم دائم، في مشاكل مستمرة، وهون يجب يمكن استشارة طبيب، لأنه كثير من الناس يمكن تأخذ مسكنات تستمر هاي الحالة لفترات طويلة. أكيد نور، عم نحكي عن موضوع مخصص واللي هو بيخص طبعا سرطان عنق الرحم. صحيح. وهو من الأورام الشائعة بين السيدات. اليوم رح نتعرف على الأسباب، كيفية العلاج، وكثير من التفاصيل مع ضيفنا الدكتور حسن عبد القادر حسن، متخصص بعلاج الأورام ومدير مركز الأمل الطبي التخصصي. سعد أوقاتك وأهلا وسهلا. سعد أوقاتكم، صباح الخير. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نعرف شو هو سرطان عنق الرحم، يعني مو أي ألم بالحوض، فينا هيك مشان الصبايا والسيدات ما يخافوا طبعا، مؤشر لسرطان، بس بالبداية خلينا نعرف شو هو وبأي عمر ممكن، يعني دائما السرطانات كنا نشوفها بأعمار كبيرة، هلأ بالعشر سنوات الأخيرة عم نشوف أعمار كتير صغيرة للأسف. طبعا اكيد مهم هذا الموضوع، مثل ما حكيتي انه نحن اليوم ما جايين نخوف سيداتنا، بالعكس جايين نعطي شويه نصائح لحتى نقول لهم انه هاي الاعراض ليس بالضروره ان تكون هي سرطان. على الاكيد سرطان عنق الرحم هو مثل باقي السرطانات عباره عن انقسام غير طبيعي للخلايا، يؤدي الى تكاثر خلوي غير ممنهج، يؤدي إلى تشكل خلية وكتلة سرطانية. طبعاً مهم جداً ننتبه أنه هذا السرطان هو من السرطانات الأكثر شيوعاً عند السيدات، وممكن يكون له الترتيب الثاني أو الثالث بعد سرطان الثدي. والأعمار التي معرض أنه نشوفها أو كثير أنه نشوفها بهذا النوع من الأورام هي التي بتكون بين 45 إلى 60 سنة. هاي هي الأعمار الأكثر شيوعاً لسرطان عنق الرحم. ممكن طبعاً أنه نشوف بعض الأنواع بأعمار أقل أو بأعمار أكبر، ولكن الأكثر شيوعاً عم تكون بهذا الرينج بين 45 إلى 60 سنة تقريباً. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي أكثر عن المسببات، عن الأعراض اللي ممكن تشوفها السيدة، وهل هي ممكن تحس بوقت مبكر أم أنه لحتى تكتشف الموضوع ممكن يكون دخلنا بوقت ما عاد ينفع فيه العلاجات الطبيعية؟ تمام. أكيد الأعراض هي الشيء الأساسي اللي لازم ننتبه له. الأعراض أساسية بنشوف أنه في عندي نزوف شاذة نسائية، هذه النزوف بدها تكون خارج أوقات الدورة الشهرية، أو نزوف غزيرة، أو مختلطة بين مفرزات مع بعض التشكلات الدموية، أو حتى آلام حوضية. وفي بعض الأحيان قد تكون أعراض غير نسائية، إذا كان الورم مرتشح بالأعضاء المحيطة ممكن يكون نزف بولي، ممكن يكون نزف مع الخروج. هذه الأعراض التي تستدعي دائما الانتباه لها ومراجعة الطبيب. المشكلة أحيانا أن أورام عنق الرحم قد تكون بدون أعراض، وهنا تكمن الخطورة. فوجوب جدا أنه أنا أعمل تشيك أب لحتى اكشف بشكل مبكر. والآن تشيك أب كثير بسيط بالنسبة، يعني بدون أعراض أبداً، بدون أعراض أبداً صامت. فلذلك نسعى دائماً من خلال وسائل الإعلام ومن خلالكم أنه ننبه إلى الكشف المبكر، واللي هو بيكون عبر مراجعة الطبيب وإجراء كثير بسيط ممكن نعمله بشكل دوري، واللي هو لطاخة عنق الرحم التي تكشف عن الخلايا حتى قبل ما تشكل كتلة أو ما تشكل ورم، مقدر نكتشفها بوجودها ببداياتها، وبتخلينا نعطي بعض العلاجات البسيطة لهذا الموضوع. طيب خلينا نحكي عن ما هي المسببات مرض سرطان عنق الرحم طبعاً. والوراثة قديش بتلعب دور، يعني قلت كمان جزئية انه هو ممكن يكون دون أعراض، يعني مرض صامت بشكل تام. نعم. فالوراثة ممكن إذا حدا من العيلة عنده إصابة أي سرطان ممكن. عوامل الأورام هي عوامل عديدة، ولكن سرطان عنق الرحم من الأورام المعروفة أسبابها، واللي هو صراحة سبب على الأكثر شيوعا سبب فيروسي، إصابة سابقة بفيروس اسمه فيروس الحليمي البشري HPV، وهو المسبب الرئيسي لهذا
السرطان. ومن هنا نشأت فكرة أنه نحن ممكن هذا الفيروس من وين بيجي؟ بيجي من الاختلاط الجنسي، بيجي من التلوث اللي ممكن يكون، عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، ممكن من الحمامات العامة. يعني كثير مهم الانتباه لهذا الموضوع. هلأ هذا أكيد ببلادنا يعني نسبة شيوعه قليلة، لأنه نحن دائما في عنا كنترول للعلاقة الجنسية، للجماع، لهالقصص هاي كلياتها، بس ممكن يجي من هذا المبدأ. فمهم جدا أنه كمان نحن نعرف أنه صار فينا نقي من سرطان عنق الرحم بأخذ لقاح بعمر ال 12 سنة من هذا الفيروس الذي يقي بالمستقبل من أنه يصير عند السيدة أو الصبية سرطان عنق الرحم. طبعا هناك أيضا أنواع أخرى ممكن تكون ساركوما، قد يكون لها دور في البيولوجيا العامة أو في التعرض أو في أنواع الأغذية أو في التدخين أو حتى في طبيعة الحياة. العامل الوراثي بس ما علاقة، يعني هذا اللي كان بدي أسألك عليه، هو هذا النوع من السرطانات سرطان عنق الرحم بصراحة لا، هل له علاقة بالوراثة أو لا؟ بشكل مباشر أو بشكل علمي أو إثبات أنه والله عندي عامل وراثي ممكن أن ينتقل من جيل إلى جيل في سرطان عنق الرحم، بصراحة ما في، لا نستطيع أن نقول له عامل وراثي مؤكد. طبعا الوراثة تلعب دور في فيزيولوجيا الجسم، صحيح، ولكن أنه والله مثل مثلا ما بنسمع أنه سرطان الثدي قد يكون له دور كبير في العامل الوراثي، أو سرطان المبيض مثلا أو الكولون، لا، سرطان عنق الرحم هو تعرضي، يعني بنقدر نقي نفسنا منه من خلال اتباع عادات جيدة، ابتعاد عن التدخين، ابتعاد عن الـ 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 الكسل والاهتمام بالنظافة الشخصية وأخذ اللقاحات في عمر معين. إذن هناك له سبل وقاية جيدة جدا تقي منه بمعنى الكلمة. طيب خلينا نحكي عن سبل العلاج. يعني نحن بنعرف دائما مرض السرطان أساسا يعني هو ضمن ثقافتنا، كل الناس بتخاف منه، مرعب ودائما مرتبط. انا جاي اليوم عشان اطمنكم استمرار الحياه او انها خلينا نحكي اكتشاف مرض عنق الرحم بالبدايه قديش مهم لاليه العلاج. بنفس الوقت لما نقول عنق الرحم هو اغلى ما تملك المراه، الرحم هي بتنجب من خلاله صحيح الاطفال صحيح. فالموضوع حساس بالنسبه لها، قديش في احتماليه انه انا اخسر هذا الرحم او حافظ على جزء منه مع بداية الإصابة، أو ممكن بالمراحل المتقدمة هون بتكون حالة مختلفة. صحيح، مثل ما قلتي، نتيجة أهمية هذا العضو في جسد المرأة وأنه دائما يتعرض إلى الفحوصات، فدائما السيدة بتراجع طبيبة أو طبيب النسائي لحتى تعمل تشيك أب، إن كان على الدورة الشهرية، على عمل المبيضين، على الإباضة، على سماكة الرحم وعلى عنق الرحم. هذا الموضوع بيخلينا نكون مطمنين. الآن حتى من خلال اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان والوزارات، وزارة الصحة والتعليم العالي، هم نشتغل على هذا الموضوع أنه يصير في عنا ثقافة معروفة بثقافة الكشف المبكر حتى على سرطان عنق الرحم. وصارت عدة حملات بعدة أماكن أنه نعمل لطاخة مبكرة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم. وقت منكتشف بشكل مبكر العلاجات أسهل بكثير. قد يكون العلاج هو عبارة فقط عن خزع مقروطي بمكان الشك واستئصاله، وتبقى المريضة على المراقبة، بس بدون استئصال عنق الرحم، بدون الدخول إلى جراحة قاسية تفقد المريضة الكثير من حيويتها بهذا الموضوع. وأيضا الجراحة عندما تكون هناك تشكل لكتلة في عنق الرحم، ولكن أيضا الجراحة لها صفات، أن تكون الكتلة بحجم معين، أن لا يكون هناك ارتشاح، أو أن لا يكون هناك انتقالات إلى أعضاء أخرى. الجراحة أيضا ممكن تنقذ حياة المريضة إذا تم إجراءها في الوقت المناسب. وأيضا في بعض الأنواع العلاج الشعاعي ممكن أن يكون علاج شافي، إن كان علاج شعاعي خارجي أو منسميه نحن العلاج الداخلي، واللي هو البراكي ثيرابي، واللي بتم فيه توصيل المريضة عبر جهاز يطلق أشعة اسمها السيزيوم، بتضل موصولة في المريضة تقريبا 72 ساعة، ويطبق الأشعة موضعيا مباشرة على الورم الموجود في عنق الرحم، ويمكن أن يكون شافي. في بعض المراحل التي تكون متقدمة ممكن نشارك العلاج الكيميائي مع الشعاعي، وهم منسميه دور محسس أو كونكوميتانت، منسميه أنه بيزيد من فعالية الأشعة. في بعض الحالات المتقدمة أكثر يكون دور العلاج الكيميائي الجهازي، أو يكون دور العلاج المناعي والهدفي. نعم. طيب دكتور خلينا نحكي عن نقطة مهمة كتير، حضرتك قلت أنه ممكن يكون خزعة صغيرة تفي بالغرض صحيح. ويتم العلاج تمام. ولكن دائما نسأل، هلأ أنت قلت ببداية حديثك أنه نحن من عمر الأربعين
تقريبا ل 60 ممكن ينصاب. هل لا يوجد حالات ابدا بعمر اصغر؟ وبالتالي بيكون السؤال هل اذا تم العلاج عن طريق الجراحه ممكن تخسر السيده فرصه الانجاب او لا ما بيأثر هذا الموضوع؟ طبعا هناك اعمار اقل من هذه الاعمار ولكن هي بشكل نادر، لانه مثل ما قلت لكم السبب الرئيسي لهذا الورم هو انتقال الفيروس. هو الفيروس. هذا الفيروس بصيب الشابات بعمر ال 20 وال 25 ويحتاج الى 10 سنوات او 20 سنه حتى يتطور من فيروس الى كانسر. فلذلك الاعمار الاكثر شيوعا هي بال 40 الى ال 60. اما بالاعمار الصغيره يعني اللي هي لحظه الاصابه بالفيروس ما رح يشكل سرطان مباشره الا بحالات نادره طبعا. طب كيف تعرف السيده انه ممكن تصاب بهذا الفيروس؟ ممكن يكون له اعراض ولا هو صامت كمان؟ هذا الموضوع كمان. الانتباه، النظافه الشخصيه، الزوج والزوجه بس ما له اعراض هي الاصابه؟ ما له اعراض، لا طبعا. نحن اعراضه المباشره ممكن تكون مثل ما بنعرف مثل اصابه اي فيروس، ممكن يعمل بعض البثور على المخارج التناسليه، ممكن يعمل فقاليل، ممكن يعمل بعض الالتهابات، وهذا الموضوع بيحسوه من خلال الألم بالجماع، صعوبة هذا الموضوع، مراجعة الطبيب لهاي القصة دائما بتخلي هذا الموضوع يتكشف أكثر بالنسبة للصبايا والسيدات عن هذا الموضوع. فيما يتعلق أيضا بأنه قلت لكم كثير مهم واللي كثير ضروري نركز عليه هو موضوع اللقاح. يا جماعة الخير أصبح هناك لقاح للسرطان. يعني هاي الشغله قديش سهل انه نحن نشرب. هذا يعطى للصبي للفتاه بعد عمر 12 سنه عشان اذا يعني دخل الفيروس هو بيتم قتله يكون اموره تمام وما يتطور عنده سرطان عنق رحم بالمستقبل. وهذا الموضوع مؤكد ومثبت من الاف دي اي واخذ شهادات انه فعلا يستطيع هذا اللقاح ان يقي بالمستقبل من السرطان لعنق الرحم. طبعا السيده اذا عملنا لها جراحه واستأصلنا لها عنق الرحم ليس بالضروره انه نحن نحرمها من الحمل، لانه اذا كان اكتشافه بوقت مبكر وتم استئصال فقط الجزء الموجود فيه الورم لا بضل الرحم قادر انه يستقبل البيوض الملقحه. بس هي نقطه خلينا نوسعها اكثر لكل الصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا، ما باي مرحله انا ممكن بعدني حافظ على رحم الصبية أو السيدة؟ يعني شو هي طبعا حسب التداخل الجراحي والمرحلة النسيجية أو السريرية للورم. إذا كان الورم ما نو مخترق عنق الرحم ووصل إلى الأعضاء المحيطة، حتى لو استأصلت عنق الرحم أستطيع من خلال الطفل الأنابيب أو الـ IVF أنه أنا أعمل لقاح صناعي داخل الرحم حتى في ظل أنه ما في عنق رحم. أما بالحالات المبكرة لا، أنا بس بجرف مكان الورم الصغير وساعتها بتضل الوظيفة الجنسية شغالة وتستطيع السيدة أن تنجب وحتى العلاجات ما بتأثر عليها للمستقبل. فلذلك دائما سر نجاح هذا الموضوع هو الكشف المبكر. طيب. لطاخة يا صبايا يا سيداتي، هي شغلة كتير مهمة ورح نرجع أكيد نأكد عليها دائما. طيب دكتور، يعني نحن دائما بنسأل هل السرطان ممكن ينشفى منه الإنسان أو المصاب بشكل تام؟ هي معضلة، يعني بنعرف في كتير من أنواع السرطانات بيتم الشفاء منها بعد فترة، ممكن يصير انتكاسة. صحيح. أو ممكن يظهر السرطان بشكل آخر. مزبوط. بالجسم مو بنفس المكان اللي ظهر منه. دائما أنا بقول خلونا نكون واضحين وهي رسالة لكل مشاهدينا. مريض السكري ما بيطيب، مريض الضغط ما بيطيب، بضل كل عمره عم ياخذ دواء سكر ودواء ضغط، صح؟ طبعا غير العلاجات الحديثه. مريض السرطان بيطيب وبيشفى شفاء تام، ولكن هذا الشفاء يعتمد على المرحله، العلاج المبكر، وانسجام المريض مع الطبيب باختيار العلاجات الافضل. طبعا المرحله مبكره شفاء اكيد وتام. النكوسات صراحه بتصير، ولكن نسب النكس عند المرضى اللي اكتشفوا مرضهم بمرحلة مبكرة هي نسبة قليلة جدا. كل ما تأخرنا باكتشاف المرض وقدر هذا المرض يكون تعبيرية أكبر عن نفسه. بسرطان عنق الرحم انتكاسات مش ما في احتمال بصراحة يعني. لا قليل كتير يعني، لأنه برضى تعالج اكتشف حتى. مبكر تعالجت خلصنا منه. نكوساته كتير قليلة إلا إذا السيدة ما التزمت بالنصائح ورجعت لنفس العادات القديمة ممكن يرجع لها مرة ثانية أو ينكس بمكانه. طيب هون دكتور حضرتك قلت إنه الصبايا من عمر العشرينات تقريبا هن بينصابوا بهذا الفيروس. نعم صحيح. بتم معالجته مثل معالجة أي فيروس عادي. صحيح. وبيصير نحن بنسمع كتير أسباب إنه والله بيصير عنده التهابات متكررة. مزبوط. ممكن مزبوط. أسباب متعددة ما بيخطر بباله إنه أحد الالتهابات ممكن يكون هو الفيروس. بالتالي حتى الصبية حتى لو ما أنا متزوجة بتقدر تروح تخضع تعمل لطاخة تعرف تعمل فيه تحاليل معينة بتنطلب؟ طبعاً أنه سيدة أو صبية ما أنا متزوجة أكيد
إمكانية إصابتها بهذا الفيروس قليلة كتير، حتى لو مثل ما قلت هي تعرضت لأماكن عامة ممكن ممكن، ولكن مثل ما قلت لكم بتضل نسبتها أقل. تمام. طبعا هناك تحاليل اسمها الواسمات الورمية بنقدر من خلالها نعرف أكيد هاي المفرزات اللي بتطلع، أيضا ممكن تحليلها بدون اللجوء إلى إجراءات راضة أو تنظير عنق رحم أو أنه فحص نسائي راض أكيد للمحافظة على أنها هي صبية. الآن فيما يتعلق بأيضا الكشوفات الحديثة، هناك أصبح صور حديثة تستطيع أن تكتشف الخلايا الورمية داخل الجسم حتى قبل أن تشكل كتل كبيرة أو تعمل انتقالات إلى باقي الأعضاء، مثل صورة البت سكان، مثل صور حديثة تخليني اكتشف المرض في بداياته. نعم. طيب دكتور، خلينا نحكي عن نقطة مهمة. مثل ما قلت أنه هيدا الفيروس ممكن ينتقل من الأماكن العامة، قديش مهم هون؟ هي نقطة كتير مهمة، لأنه مهمة جداً. ما في حدا ما بيكون بمكان عام أكيد، أو بيروح لمطعم أو بيروح لجنينة. هي نقطة مهمة اليوم، يمكن عملنا كنترول عليها وضبط خلال فترة انتشار فيروس كورونا. صحيح. فهون هي نقطة مهمة دائماً. قديش علم الناس هذا الموضوع، تعقيم المكان اللي أنت قاعد صحيح. فيه، الإيدين، المكان صحيح. اللي بدك تقعد عليه، الكاسة أو الصحن اللي بدك تأكل فيهن. قد تكون هذه الثقافة فعلاً تعززت في فترة كورونا. فقديش مهم الاهتمام كثير مهم. بالأمور الشخصية كثير كثير والأماكن مهم. العامة يمكن قديش مهم الواحد فعلياً ما يدخل لأي مكان عام، مثل ما قلت أحياناً بيضطر، والمؤلم كمان بيكون معك أطفال. صحيح. بيضطر أنت كمان. مزبوط. يعني نحن عم نحكي ممكن هذا الفيروس ينتقل. مهم جداً والله. الآن الفيروس هو داء العصر، وكل التحذيرات والتنبيهات عم تصير أنه يا جماعة حتى لو خفت مثلاً والله موجة كورونا، خليك محافظ على رتم الأمان الشخصي والنظافة الشخصية والتعقيم. هلأ ما بدنا نوصل لمرحلة الفوبيا أكيد يعني، بس صحيح. إنه شيء خفيف، لأنه هاي الفيروسات مثلاً الـ HPV هو فيروس يمكن قتله بسهولة بصراحة بالاهتمام بالنظافة الشخصية وتعقيم المكان اللي نحن فيه، فلذلك كتير مهم. ومثل ما قلت لكم اللقاح أصبح له لقاح، يعني هاي القصة لحالة بتعطينا أمان للمستقبل طبعاً. للصبايا الصغار، أنه فعلاً نكون عم نزيد نسبة الوعي. بالنسبة للسيدات الكبار، أنه سيدتي عملي لطاخة بشكل أنه كل سنتين أو كل ثلاث سنين مرة. هلأ الجايد لاين بقول أنه بس للإطمئنان، يعني حتى لو ما في أعراض مهم جداً أنه أنا أشتغل على قصة موضوع أنه إيمت بقدر وكيف بقدر أكشف كشف مبكر إن شاء الله. طيب دكتور، خليني أسأل بس، هلأ حضرتك قلت أنه المرضى اللي مصابين بأمراض مزمنة مثل السكري والضغط، فهن الناس بتتعايش أصلاً مع أدويتهم. صحيح. صحيح. طيب في حال سيدة بعمر كبير وانصابت بمرض سرطان عنق الرحم، كيف بيتم العلاج؟ خلينا نحكي قديه في عوامل خطورة كمان طبعاً. ممكن تأثر. نحن حكينا اللي ما عنده أمراض إذا انصاب وانكشف عنه مبكراً كيف ممكن يتعالج، ولكن نذكر شوي اللي عنده أمراض مزمنة، ونحن عم نحكي عن 100%. يعني مرض سكري أحياناً بيصيب الشباب مو بس كبار السن. 100%. الآن الأمراض المزمنة أكيد بتعطينا شيء اسمه ريسك فاكتر أو عامل خطورة يزيد من خطورة وصعوبة التعامل مع حالة السرطان إذا وجدت. ولكن حتى هذه السيدة الكبيرة بعمر إذا كان كشف مبكر عندها، فإجراءات العلاجية إجراءات شافية وغير راضة، ولكن لا سمح الله إذا كانت متقدمة وهناك نقائل أكيد رح يكون في صعوبة وتحديات عالية جدا. دائما يتم اختيار البروتوكول العلاجي مناسب لعمر المريض، حالته العامة، الأمراض المزمنة الموجودة عنده، بحيث أنه تتوافق العلاجات مع الحالة العامة ولا نضر مريضنا أو نتعبه بعلاجاتنا أو خياراتنا العلاجية. الكشف المبكر، الكشف المبكر، الكشف المبكر، إجراء لطاخة كل 3 سنين لكل عمر مهم جدا. هاي الرساله. صرنا قايلين كثير اليوم، ان شاء الله يكون ان شاء الله يا رب. بالختام سريعا دكتور، مشان ما نخوف الناس والصبايا والسيدات، قديش مهم الوقايه من هيدا المرض بعد الاجراءات اللي ممكن تتخذها الصبيه، لانه بنعرف لانه حتى الاعراض له اختلاطات مع اعراض الالتهابات وقصص كثير، حتى الدوره الشهريه العاديه او اضطراب، فالصبيه ممكن ما تنتبه او يغفل عن بالها هيدا الموضوع. بعض النصائح لكل الصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا. بعدي عن التدخين، اهتمي بغذائك، العبي رياضه، في حال ظهور اعراض خارجي عن الاطار الروتيني اللي بنعرفه راجعي طبيبك، ولا تخافي. هاي النصائح اللي بدي أقولها، الفحص المبكر مرة تانية، إجراء اللطاخة كل 3 سنين، لطاخة عنق الرحم هي كشف كتير بسيط. لما نقول 3 سنين يعني هو مش سريع الانتشار، بياخد وقته. سريع الانتشار لا، على مهله ممكن يعني اكتشافه. يعني ما سريع التطور. ما هو سريع التطور، قلت لكم أنه بده عشرات السنين اللي يتطور من فيروس إلى سرطان. حتى إذا تطور ممكن اكتشافه بلطاخة بسيطة وإجراء لا يأخذ غير 3 دقائق في العيادة النسائية.
بالختام بدنا نشكرك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لناها، بنتمنى الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. ميرسي لكم وشكرا اكيد. الله يعطيك العافيه. شكرا لك دكتور. مثل ما قلت اهم شيء الاستشاره الطبيه، اي فينا نقول بعض الملاحظات اللي ممكن الصبيه او السيده تنتبه لها وتحط خارج عن المالوف، هي استشاره بسيطه ممكن تكسب حياتها طول العمر. شكرا كثير لك. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك. واما هلا نور صار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات اللي عم تشهدها الساحة السياسية محليا عربيا وعالميا مع زميلتي شيرين مصطفى. صباح الخير شيرين. صباح الخير سلمى. صباح الخير نور. مشاهدينا موجز لي أهم الأنباء بعد هذا الفصل. أهلا بكم. بدأ وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد زيارة رسمية لجمهورية أبخازيا، وأفاد مصدر في وزارة الخارجية الأبخازية بأن الوزير المقداد وصل إلى العاصمة الأبخازية تسوخوم في زيارة رسمية إلى جمهورية أبخازيا. وأضاف المصدر أن وزير الخارجية الأبخازية إينال إردزامبا استقبل الوزير المقداد على الحدود الأبخازية الروسية. إلى ذلك أفاد وزير الخارجية الأبخازي في مقابلة صحفية بأن اللقاء مع المقداد يأتي في سياق تعزيز العلاقات بين سوريا وأبخازيا. وأوضح الوزير الخارجية الأبخازي أن أهداف الزيارة تتركز حول تنسيق الجهود المشتركة وبحث قضايا الشرق الأوسط ومجموعة أخرى من القضايا التي تهم الجانبين، بما في ذلك توقيع اتفاقية إطارية تساعد في صياغة آلية للتعاون المشترك. استشهد 3 مدنيين وجرح 10 آخرون جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية والاحتلال التركي بالقذائف على المناطق السكنية في ريفي حلب والحسكة. وذكرت مصادر محلية لمراسلة الإخبارية أن مرتزقة قوات الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية قصفت بعدد من القذائف الثقيلة مدينة تل رفعة انطلاقا من المناطق التي تنتشر فيها أقصار في حلب الشمالية، ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين ووقوع إضرار مادية في المنازل والممتلكات والمرافق العامة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات في بعض المناطق واعتقال عدد آخرين من الفلسطينيين. وقد اندلعت اشتباكات مسلحة خلال تصدي مقاومين في جنين لقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها. وأفاد نادية الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعات الفجر بلدات مختلفة في محافظات نابلس والخليل ورام الله وجنين، وشنت حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين. وفي خبرنا الأخير، أعلنت إيران تلقيها الرد الأمريكي بشأن مقترحاتها حول القضايا العالقة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنها تعمل على دراسة هذا الرد. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان أن بلاده تلقت ردا أمريكيا على آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حل القضايا المتبقية في مفاوضات فيينا عبر المنسق الأوروبي للمحادثات. ختام الموجز، والآن نعود إليك سلمى. شكرا لك شيرين من غرفة الأخبار، ويسعد صباحكم عن جديد متابعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا. ما هلأ نور لوين رح نروح؟ دائما برحلاتنا الصباحية بنسلط الضوء على حالة الطقس وآخر التطورات. اليوم خميس يعني مع نهاية الأسبوع، كيف رح تكون الأجواء وأجواء الطقس إذا الناس حابة تطلع لبرا وتاخذ أولادها؟ ما رح نقول على الأماكن العامة لأنه بنعرف التكلفة المادية قديش كبيرة، بس إنه للحدائق يمكن والأماكن العامة لكل الناس. معنا المتنبئ الجوي الأستاذ حسان الجردي، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية. صباح الخير، يسعد صباحك يا اهلين. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك استاذ حسان. يعني مثل العاده هيك نحن متعودين تعطينا معلومات مفصله عن حاله الطقس خلال هي الايام، هل هي درجات الحراره ضمن المعدلات الطبيعيه ام في ارتفاع ام انخفاض؟ هلا بدايه صباح الخير من جديد لإليك لزميلتك للاخوه المواطنين اللي انضموا
لقناتكم الكريمة لشاشة الأخبارية السورية. هلأ بالنسبة لحالة الطقس السائدة والمتوقع اليوم نهار الخميس هو آخر أيام الأجواء الصيفية العادية اللي نحن كنا شهدناها خلال هيدا الأسبوع من بداية الأسبوع وحرارات حول المعدل. فاليوم الأجواء رح تضل صيفية عادية بامتياز وحرارات رح تكون قريبة من المعدل أو أعلى من المعدل بقليل بالمناطق الشرقية بالجزيرة بالبادية السورية، ولكن نهار بكرة نحن رح يكون في عنا بدءا من عطلة نهاية الأسبوع رح يكون في عنا موجة حارة بتأثر على المنطقة اعتبارا من نهار بكرة مرتفقة بكتلة هوائية شديدة الحرارة بتؤدي إلى ارتفاع تدريجي مستمر لدرجات الحرارة. بتكون ذروة ارتفاعات منتصف الأسبوع القادم. الأجواء بشكل عام بتكون حارة نسبيا بداية الأسبوع مطلع هيدا الأسبوع، بتتحول إلى أجواء شديدة الحرارة من منتصف الأسبوع، بتستمر الأجواء شديدة الحرارة تقريبا حتى نهاية الأسبوع القادم. الحرارات رح تتجاوز 40 درجة مئوية بالعاصمة دمشق ومعظم المناطق الداخلية، وبتلامس تقريبا 44-45 درجة مئوية بالمناطق الشرقية بالجزيرة بالبادية السورية. هلا الشيء الملاحظ مع هيدي الموجة اللي بدنا نتأثر فيها وانه في ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية خاصة بالمناطق الساحلية والمناطق الغربية، هيدي الارتفاع بنسبة الرطوبة بيؤدي إلى إحساس آخر بدرجات حرارة هي أكبر مما تكون عليه في الواقع بسبب الارتفاع بنسبة الرطوبة، بيعطي شعور ثاني بدرجات الحرارة. الرياح بشكل عام عم تكون غربية لجنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة بأغلب المناطق، بينما في المناطق الشرقية بالبادية السورية عم تكون غربية إلى شمالية غربية، ممكن تنشط سرعتها خلال ساعات بعض الظهر والمساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، درجة حرارة مياه البحر تقريبا 29 درجة مئوية. الأجواء خلال الأيام القادمة راح تكون مثل ما ذكرت ارتفاع بدرجات الحرارة وموجة حرارة تتأثر على المنطقة راح تكون شدتها والذروة لأنها ذروة فعاليتها راح تكون منتصف الأسبوع القادم. هلأ بنتمنى دائما خلال هيك أجواء حارة خلال الموجات الحارة بنوجه حزمة من النصائح للأخوة المواطنين، أهم شيء عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس لأنه حرارة بدها تكون عالية خاصة خلال ساعات الذروة، عدم ترك المواد القابلة للاحتراق في الأماكن المغلقة معرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس على سبيل علبة المعقمات العطورات بالسيارات بشكل خاص، تجنب إشعال الحرائق بالمناطق الزجاجية بالغابات، وعدم رمي النفايات الزجاجية والورقية بهذه المناطق نتيجة سهولة انتشار النيران بالأجواء الحارة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية دائما نذكره هيدا بالمناطق الشرقية بالجزيرة بالبادية بالجنوب الشرقي بسبب الأجواء السليمية المبررة اللي بدها تضل مستمرة بهيدي المناطق. بتمنى الأمانة والسلامة للجميع بإذن الله تعالى، وتمرق هيدي الموجة الحارة. شهر آب ما حد يودعنا إلا بموجة حارة، إن شاء الله بتمرق مثل ما مرقت الموجة اللي كانت قبل منا. ضل عنا فقط درجات الحرارة المتوقعة بمختلف المناطق بدءا من العاصمة دمشق لليوم 35-20، القنيطرة 29-21، القلمون المرتفعات الجبلية 22-17، درعا 34-19، السويداء 32-18، المنطقة الوسطى 35-33-22، حماة 36-23، الحسكة منطقة الجزيرة 40-24، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 31-25، بالشمال حلب 35-23، الدير 33-22، المنطقة الشرقية دير الزور 41-28، الرقة 38-26، وأخيرا البلادية السورية مدينة تدمر 40-24. طيب استاذ حسان، اشرت لنقطه كثير مهمه انه في موجه حر قادمه وارتفاع لدرجات الحراره، رح نشهد بعد موجات حر قادمه ولا هذا اخر فينا نقول اخر موجه حر، ولا رح يكون في ارتفاع بسيط مع نهايه الشهر؟ الارتفاع هو مستمر معنا طيله الاسبوع، يعني ذروه الارتفاع بتكون منتصف الأسبوع القادم، يعني رح نودع الصيفية ولا بعد نحضر حالنا لارتفاع لدرجات الحرارة؟ هلا لو كان موجات ثانية أكيد، يعني خلال الأشهر المتبقية بفصل الخريف، بدايات فصل الخريف وما تبقى من فصل الصيف، بس ما رح تكون بحدية هيدي الموجة لأنه الحرارة بدها تتداخل بال 40، يعني إن كان بالعاصمة دمشق أو بحلب أو
كثير من المناطق الداخليه، وراح تلامس ال 44 وال 45 درجه بالمناطق الشرقيه بدير الزور بالبوقمال بالحسكه بالقامشلي. فهذه الاجواء ما راح نشاهدها بعدين، ممكن تكون حرارات ترتفع على ان المعدل ما توصل للطبيعي، لانه نحن بنكون اقتربنا من فصل الخريف وبتنخفض المعدلات، يعني بتغير المعدل. نحن بفصل الصيف مركزيته هي تموز واب، واعلى قيم للمعدلات بتكون بتموز واب تقريبا 36 درجه هي بالعاصمه دمشق. فبشار انه رح ينخفض المعدل الحراره ورح تكون الارتفاعات رح تكون مختلفه تماما عن طقس شهر اب والموجات اللي بنشهدها بهذا الشهر. نعم، بالختام بدنا نشكرك استاذ حسان جردي على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، شكرا لك. شكرا لك المتنبئ الجوي الاستاذ حسان جردي، دائما معك اخر تطورات وتفاصيل الطقس اكيد. اما هلا نور فصار الوقت لنروح لنطلع على بعض تفاصيل احد مشاريع التخرج اللي هو كان طبعا اربعة مشاريع لطلاب كلية الهندسة المدنية وتحت عنوان مشفى هانوي في فيتنام. تم تحكيم مشروع التخرج لاربعة طلاب على امل انه يصبح واقع يعكس رؤية متطورة لشباب سوريا في مرحلة اعادة الاعمار. تفاصيل اكثر رصدتها كاميرا الاخبارية مع زميلتنا رشا ايوب. المشروع فعلا مشروع متميز، الطلاب كان شغلهم متعب جدا بالنسبه لهم. مستوى هيك مشروع عاده بيكون اعلى من مستوى طلاب، لكن مع هيك طلابنا اشتغلوا بشكل احترافي، بقدر اقول انه اشتغلوا بشكل احترافي، ولاحظتوا انه الشغل كان كثير نظيف. التقاطع اللي اشتغلوه انه اشتغلوا الجزء الانشائي والجزء الصحي والجزء التكنولوجي، هذا بيكسب الطالب خبره كثير ممتازه اذا طلع اشتغل بالشباب بشكل عام، يعني إذا نزل على السوق فهو قادر يوقف على رجليه وقادر شو ما أجا شغل يقدر يشتغله. مشروعنا عبارة عن دراسة متكاملة لمشفى هانوي، دراسة أربع أقسام طبعا، إنشائية وإدارة وجيوتكنيك وبيئة. جيوتكنيك يعني دراسة التربة والأساس المبنى، البيئة دراسة تمديدات المبنى الصحية والصرف الصحي طبعا، والإدارة هي عبارة عن دراسة زمن المشروع ومراحل المشروع طبعا وكميات المواد. المشفى نحن بما انه درسنا اربع اختصاصات فاحتجنا تقنيا نقدر ناخذ منها المعلومات ونعدلها بسرعه. فاول شيء عملناه وقت الدراسه نحن انه نمزجنا نموذج على البيم، نقدر نحن ناخذ منه المعلومات ونشوف اذا كان في تعارضات ونقدر ندمج كذا اختصاص بهذا النموذج. النموذج كتير ساعدنا، كان في مشاكل موجودة بالمشفى الأساسي، هلأ حاليا هو وقت صمموه بال2009 بمخططات كانت بس ثنائية الأبعاد. نحن وقت اشتغلنا صار معنا البعد الثالث، صار يبين معنا أمور ما كانت واضحة للمهندسين اللي صمموا المشفى الأساسي. مشارك مشفى هانوي الدولي، نحن بنفتخر اليوم انه تخرجنا من كلية الهندسة المدنية رغم كل الصعوبات اللي نحن عم نواجهها كطلاب. تقنية البيم هي انه نحن نوصل لنموذج بناء نعرف فيه مكان الحنفية، مكان البريز، مكان تمديد الصحية، مكان تمديد الكهرباء بشكل دقيق بحيث يسهل إدارة المبنى فيما بعد سواء كصيانة. استخدمنا فيه عدة برامج وتقنيات جديدة أول مرة بستخدمها بالكلية. من ميزات هاي البرامج انه نحن كنا بعاد عن بعض انا وشركائي، لهيك اضطرينا نستخدم كلاود كولابوريت منشان ننسق الشغل بين بعضنا وكل واحد عم يشتغل ببيته. فساعدتنا كثير هاي بالتواصل مع دكاترة كمان، والدكاترة ترجع تشيك ورانا وتصحح لنا، وكان في تعاون كثير كبير من دكاترة الكلية ودعم لنا بهاي الفكرة.
الطبخ والأكل السوري كل الصبايا والسيدات يمكن بيتقنوه، ودائما له طعم خاص حتى بالدول الأخرى. بيقولوا لك المطبخ السوري غير كل المطابخ، في أكلات منوعة، في أكلات بدها شغل، في أكلات بتعذب، بس دائما لمسة السيدة بتبين من خلال شغلها وكيف ممكن تحكم التفاصيل وتحضر السفرة. أكيد نور، ودائما بنقول الطبخ فن وشطارة ومهارة، وكل سيدة لها نفسها الخاص. يعني حتى بقلب البيت في حدا بيقول لك كتير، في حدا بيقول لك مثلا هي الأكلة أنا بعرف أنه ماما طابختها من التفاصيل تبعها، هي بعرف أنه أختي مثلا طابختها، وهكذا كل حدا له. من الملح، من الملح. أنا أيوة ملح زيادة؟ لا بحب الملح ظاهر بالأكل. أها. يعني بحب بس له مدار. أيه. بس له مدار الملح الزايد. بس بحس اللي الأكل اللي ما فيه كتير ملح ما له طعم، مدري كيف تحس. مثل ما بيقولوا الدنيا أذواق وكل حدا بيحب شيء. اليوم رح نتعرف على سيدة من السيدات، طبعا الأكل كان هو الوسيلة اللي قدرت من خلالها أنه تعمل بصمة خاصة فيها بعالم طبعا الشغل البيتي والأكلات اللي هي تصنع ضمن المنزل وتباع ضمن البازارات أو حتى عبر الإنترنت. عم نحكي عن ضيفتنا اللي كتير ناس بيعرفوها من اسمها دانيا موصلي، وهي اسم معروف صارت ضمن حاليا دمشق وان شاء الله قريبا بالمحافظات. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي حبيبه قلبي. يسعد صباحك. الطبخ هو مهاره بتتقنيها دانيا وتحول لمشروع. قديش كمان اذا بدنا نحكي عن هذا المشروع كيف بلش بدايته، قديش صعب لما نقول اكل البيت؟ يعني كلياتنا بنحب اكل البيت، بنحب نروح على المطاعم، بس اكل الماما مختلف، طبخ ايدي مختلف. لما نروح لهذا المشروع نوعا ما في مغامره شوي، بس خلينا نحكي عن البداية وهي المغامرة كيف بلشت. هلا هي البداية مغامرة، دائما هي البداية حتكون مغامرة. أنا كان عندي تجارب كتير كبيرة ببداية مشروعي، إنه لازم يكون في شيء مختلف عن الطبخ اللي نحنا بنعمله ببيتنا المعتادين عليه، لازم يكون في شيء مختلف لنقدر نعمل المشروع. فكان في مغامرات كتيرة وكتير لمسات جديدة وأفكار جديدة لقدرت الحمد لله أعمل بصمة كبيرة. دانيا خلينا نبلش نحكي عن اول الانواع. هلا يمكن عم شوف صوره اللي هي اليالانجي، يمكن معنا منه انت مشهوره كثير بهذا بهذا الصنف وبطريقه التزيين الخاصه، يعني هذا التقديم اي حدا بيشوف هذا الصحن بيعرف انه هي لفه، هي لفه. تمام. دانيا خلينا نحكي اكثر، شو اول شيء بلشتي فيه وكيف بلشتي هيك ترسمي هي ملامح انه هي لمستي الخاصه؟ تمام. هلا طبعا هي مو هيك، ما بلشت هيك، انا بلشت بمراحل صغيره بالاول. يعني انه كل يوم عندي فكره جديده، كل يوم عندي ابتكار جديد، كل يوم عندي شيء جديد اعمله، لحتى وصلت لقوالب اليالانجي هلا، فصرت مشهوره كثير فيها. طبعا افكار دائما ببتكرها وفكر فيها، ما في شيء بيجي هيك بالسهل. يعني دائما يعني احيانا اذا بدي ابتكر اي فكره ممكن ضلني يومين انه انا قاعده عم فكر شو لازم اعمل، شو لازم اسوي، شو الشيء الجديد لازم اعمله. فهلا انشهرت بقوالب اليالانجي الحمد لله، كل العالم حابين. وعم تشتغلي على التفاصيل، نحن بنقول العين مغرفة الكلام، اليوم عم يروحوا على الابهار البصري اكثر بكثير من التفاصيل، انت لا، تفاصيل بسيطه هي الحلوه اللي ممكن نقول انه الطبخ البيتي مع تفاصيل بسيطه لجماليه الطبق، هون الموضوع بيكون مختلف. تمام. هو الناس مياله للبساطه والجمال. اكيد اكيد العالم كثير بتحب يعني الشيء البسيط ونفس الوقت النظافة والنفس الطيب، بيجتمعوا مع بعض خلص عملوا شيء كتير واو الحمد لله. شو الإطراءات اللي بيقولوا لك إياها عن أكلك دائما هيك بتلاقيها فعليا هيك ببالك بتذكريها بمحبة؟ كتير بيحبوا اللمسات اللي بعملها بالأكل الجديدة، يعني أي شيء إضافات جديدة بيتقبلوها، لأنه بيقولوا لي نحن إنه هلا مثال اليالانجي إنه هنا ما بيحطوا له كزبرة يابسة، فأنا بحط له كزبرة يابسة، هي التغيير الوحيد. فهن إنه مستغربين إنه الطعم طلعت طيبة، انه كيف انت عم تحطي له كزبره، احنا بعمرنا ما حطينا، فتشجعوا وحطوا لقوا الطعم كثير الحمد لله طيبه. فهنا مبسوطين بالشيء اللي عم بعمله الحمد لله، بيحبوني وعم يدعموني يعني ان شاء الله. واكيد نحن دائما كمان بندعم اي مشروع لاي سيده، لانه مؤمنين قديش انت ممكن من هالمشروع الصغير تكوني معيلة لنفسك تفتحي أكيد. هالمشروع يكبر اكثر واكثر. يعني انا هذا حلمي انه يكون هذا المشروع بضم اكبر عدد من السيدات السوريات والصبايا إن شاء الله. بلشتي تدربي حدا ولا مختصة يعني بسر المهنة؟ إن شاء الله هو هذا طموحي إنه يجوا صبايا لعندي يتدربوا ويأخذوا هالمهنة وينشروها أكثر وأكثر، لأنه كثير هي حلوة. طيب دانيا خلينا نحكي مو بس
عم نحكي عن مهارة بإتقان الطبخ السوري، المونة السورية، نحن معروفين بالمونة السورية، كل الصبايا والسيدات هذا جزء أساسي لازم أكيد تكون فيه خلال المنزل، بس المونة فينا نقول صعوبة، يعني لما نقول كتير. إنه في مونة هي الأكل بنخبيه خلال الشتاء نستخدمه، وفي تفاصيل يعني يعني لما نقول مثلا دبس البندورة مثلا اللي ماما بتعمله، أنا بعرف إنه هذا مختلف عن جارتنا اللي بتعمله، هون الأذواق كمان بتكون أكيد. إرضاءها شوي صعب. هلا المونة صعوبتها مو بتصنيعها عقد ما تخزينها، انه تتخزن بشكل كثير منيح وتضلها يعني معك من سنه، تخزين النظافه هي اكيد اكيد أساسيتي. النظافه هلا هي اكيد يعني اكيد بالمرتبه الاولى، بس المرتبه الثانيه انه لازم يكون تخزينها من سنه لسنه، ضل عندك فتره كثير منيحه، هي المونة هي سر نجاحها. فهون نحن عندنا الصعوبه ولازم يكون كثير دارسينها بشكل كثير كبير. أكيد. خلينا نحكي عن الأصناف اللي موجودة حاليا بمطبخ دانيا. نحن بنعرف عندك صفحة على الإنستغرام وأيضا على صفحة على الفيسبوك، من خلاله بتتواصلي مع الناس غير تواجدك بالبازارات اللي بيكون أغلب الوقت أي بازار موجود حضرتك بتكوني فيه. شو هي المواد اللي حضرتك بتقدميها بشكل ثابت دائما؟ بالشكل ثابت هو الاكل الشرقي دائما، المناسف، العزومات الكبيره، اليالنجي والبرك والكبه، هذا دائما يعني هدول دائما موجودين. دائما موجودين طبعا، تواصي قبل بيومين، والمونه الشتويه دائما بتتحضر كل وقت بوقته، كل يعني كل فتره من السنه بيكون لها وقت مونه. هلا احنا بالملوخيه والباميه والتوت الشامي والحصرم، وشوي حنحول للمقدوس، فهيك الحمد لله. طب خلينا نحكي، يمكن مثل ما قلتي الصبيه بتوصيكي قبل بيومين، وانت مشهوره بالمقبلات دانيا، يعني اكثر شيء بتلاقي على السفره الزينه، شو اللي بيختلف لما تقولي انه لمسه دانيا او نكهه دانيا لما نحكي مثلا مثل الكبه، يعني شو الاضافات اللي ممكن انا لاقي الفرق فيها من خلال كبه دانيا؟ هلا دائما بحاول انه اتبع الطرق القديمه، يعني ما الطرق الحديثه اللي بكثروا بهارات والشيء الجديد اللي عم يعملوه، انه بيروح الطعم. حاول دائما بعد عن اكل المطاعم، خلي طريقه انتيتا يعني الله يرحمها، هي الله يرحمه. اللي علمتني الاكل. انت بتستخدمي الماكينه ولا على ايدك؟ لا ممكن احنا نكون على ايدي على ايدنا، يعني لانه احنا لانه كادر كامل يعني، فممكن على الايد، ممكن على الماكينه اليدويه القديمه، المعدات البسيطه، فهي اللي كثير بتضيف النكهه القديمه الاكل، يعني العالم عم تحب الشيء القديم، حتى شكل القديم. الكب القديم، لانه هلا عم يتفننوا باشكال الكبه، تمام. لا انا الناس بتحب أبداً. الشكل اللي نحن متعودين عليه، حتى بيقولوا ليش عم تتعبي حالك انه في ماكينات هلا عم تعمل وكذا، صحيح. مستحيل بضلني على الطرق القديمه، صحيح اكيد. يعني ما بيحطوا الماجي والبهارات الزياده، بس انه ملح وفلفل، وعم حاول هلا شوي شوي كمان انه اتبع النظام الصحي، الاكل الصحي الطيب، يعني هذا هو كمان حلمي وطموحي ان شاء الله. بعدين ان شاء الله ان شاء الله. دانيا خلينا نحكي اكثر، قلتي فريق العمل، نعرف ايمت بلشتي انت لوحدك، هلا كم حدا موجود بمطبخ دانيا، كمان كل حدا شو له دور، يعني هذا الشغل ليطلع بهي الطريقه بده كثير مراحل من التوصيه، تلقي يعني الطلبات. خمس سنين تقريبا بالضبط، قد ايه ما بعرف صراحه، بس حيكون له يعني حيصير خمس سنين تقريبا، فمريت مراحل كبيره، يعني هي انه ما بتنحسب ولا بتنعد، وصعوبات كثير كبيره لحتى وصلت لهون الحمد لله. طبعا ما بحس حالي لسه من الناجحين ابدا، لسه بدي اتطور اكثر، طموحي انه يصير عندي مطعم بوسط دمشق، كثير عندي طموح كبير ان شاء الله يا رب تحقق كل انه بدايه نجاحاتي هلا ان شاء الله يا رب. طيب خلينا نحكي، لما نقول الاكل السوري يعني اكل متنوع وبنفس الوقت دسم، يعني في اشكال كثير متنوعه، لما تقولي ممكن اعمل شق اخر للمشروع اللي هو الاكل الصحي، وهي نقطه كثير مهمه، يعني معروف دائما اكل صحي مو كثير طيب، اليوم عم نشوف صبايا وسيدات عم يعملوا اكل صحي، يمكن سلمى واستضفناه هون برحلاتنا الصباحيه، ما في اختلاف حتى بالنكهه، مع انه احيانا المكونات ممكن عم تختلف. انا هذا قديش هي الصعوبه لما انا روح صوب هذا المشروع وبنفس الوقت في تحدي، وانت مثلا اشتهرتي بالاكلات الشاميه الثقيله هلا انا بشكل عام اكلي كثير خفيف دسم، كل شيء يعني عم جرب ببعث للعالم انه حدا حيقول لي انه مو طيب او خفيف دسم، لا هو بالاصل انا بلشت اتعود انه العالم انه ما يكون فيها الدسم الكثير، فتعودوا على هذا الشيء،
فشوي شوي هنا وقت بيحسوا حالهم عم ياكلوا اكل صحي وطيب اكيد كمان بيتعودوا حينبسطوا كمان اكثر واكثر ان شاء الله. ان شاء الله تعال اكيد. خليني احكي كمان على الافكار. يعني دانيا من فتره بيصير اوقات في مسابقات للاطفال لتعليم الاكل، في بيصير مثلا مسابقات ل مثلا حدا يعمل شيء معين، صنف انه اطيب صنف، مين شفت اطيب شيء، بتشاركي بهيك قصص؟ شاركت بايفنتات، اخر ايفنت شاركت فيه باورا اخذت اكلاتي وكثير العالم حبيتي هنيك، وعملوا انه اي اطيب صنف، فطلعت انا مرتبه ثانيه او ثالثه ما اتذكر. كثير انبسطت كله ولا لا؟ لا هو كان اكل تمام، هو اكل صحي هو اكلي يعني، بس ضفت من عندهم الشيء الصحي اللي هن بيحطوه باكلاتهم، فطلع الشاورما وقتها كان مع الزنجبيل والقرفة، فكتير يعني دخلت البهارات الصحية مع أكلي فما فرق الطعم الحمد لله، وكان الطعم الأكل اللي كنا اللي عملته أنه من المرتبة الثانية، فكتير انبسطت. أكيد نحن دائما ندعم المواهب الشابة وبنتمنى لك أكيد التوفيق. دانيا كتير حابة أنه أدعو أنه تشكر عالم دعموني. فيك تشكري لهيك سألنا لك على الفريق كنا نتشكر، ونحن عملتي كتير كتار. أنا فأكيد كتير كتار أنه من أولا من الإعلامية ريهام حمود تشكر عن جد من كل قلبي، والسيدة شكرا مرتجى وأمل عارفة والسيدة روعة السعدي، هدول من زبايني اللي كتير بيحبوني بيضلوا بيدعموني ستوريات. أكيد نوجه لهم تحية كلياتهم. وطبعاً كتير في شباب وصبايا دعموني. لفريقك كله. لفريقي كله ولبشورة اللي دائماً جنبي. ولبشورة كمان. وإيد بإيدي، كانت اليوم أساس تكون معي بالمقابلة بس إن شاء الله. المرة الجاية أكيد. كتير كتير بدي أتشكر عالم يعني ما بعرف نسيت كتير، بس بدي أتشكر كل اللي دعمني. أكيد هي أحلى شيء. أكيد نشكرهم كلهم. أول شيء زبايني اللي بيحبوني بكل أغلاطي وبكل وبانتقاداتهم اللي اللي بتجنن، هذول اكيد يعني هن المرتبه الاولى بنجاحي اكيد يعني. اكيد بدنا نشكرهم كلهم لكل الاسماء اللي قلتيها ولكل حدا جندي مجهول عم يدعم دانيا او عم يدعم اي سيده بمشروع. الدعم الاساسي ما في لازم اكيد لازم تتذكري اول حدا لازم تتذكري تقبلني بمشروعي، والحمد لله رغم كل صعوبات المجتمع الشرقي اكيد انتم بتعرفوها، بقى الحمد لله كمان يتشكر شكر كثير كبير كمان. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. الله يسلمك يا اما. هلا نور رح نروح لمحطتنا التاليه. من الاوابد التاريخيه والاثريه ذات الندره المعماريه والفنيه، تميز بالنوعيه الماديه من جهه الاسلوب المعماري، من جهه اخرى هو من اجمل القصور الاثريه بسوريا، قصر ابن وردان، وتفاصيل اكثر بالتقرير التالي. قصر ابن وردان قصر تاريخي يعود لفترة الإمبراطور جوستينيان، ويقع إلى الشرق من مدينة حما، ويتميز بندرته المعمارية والفنية، فهو يمتاز بالنوعية المادية من جهة والأسلوب والنسق المعماري من جهة أخرى. يتميز القصر بأسلوب يسمى بالأبلق، أي تناوب الأحجار في صفين ولونين مختلفين أثناء البناء، هذا التناوب قائم في أرجاء القصر وجدرانه، إضافة إلى المداخل وهي عبارة عن قطع حجارة بازلتية كبيرة، وهو من الناحية التاريخية عبارة عن تتويج لعهد بيزنطي سابق وتمهيدا لعصر عربي. إن التسمية والنسب لابن وردان ما هي إلا عربية صرفة ومتأخرة عن بناء القصر، وليس في الحقيقة أن يكون ابن وردان هو صاحب البناء أو حتى منفذه، وإنما النسبة هي لشخصية بدوية ذات نفوذ عرفت منذ 3 قرون تقريباً بابن وردان، حيث اتخذت هذه الشخصية القصر نزلاً لها في الذهاب والإياب. يعد القصر من أجمل المنشآت وأعظمها شأناً وأوسعها عمراناً، ويشغل بناؤه مساحة تقدر ب2000 متر مربع، تتوسطه باحة سماوية. أما هلأ بننتقل لمحطتنا التالية، وأهم مرحلة بمرحلة الطفولة هي مرحلة رياض الأطفال، هي نقطة البداية في التعليم الطفل الرسمي والخبرات الأولى اللي بمر فيها أي طفل. هاي المرحلة بتأثر بشكل كتير كبير مع المراحل المتقدمة التعليمية اللي هي أساسية لتكوين مستقبله.
أكيد نورو، لحتى نعرف أكثر كيف ممكن تهيئة الطفل بالمراحل العمرية المختلفة، وخصوصا بموضوع رياض الأطفال اللي هو موضوع نقطة أساسية بتكوين طبعا شخصية الطفل. رح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الأستاذ علي حمدان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك خير يا هلا. يسعد صباحك. مرحلة رياض الأطفال هي أهم مرحلة للطفل، لأنه هي بداية الخطوة الأولى نحو المرحلة التعليمية الأساسية، بس دائما بيكون نوعا ما في تخوف من قبل الأهل، اللي هي عملية الفصل فينا نقول عن العائلة لساعات طويلة. خلينا نحكي عن هي المرحلة أو البداية بهي المرحلة، قديش مهم تهيئة الطفل من قبل الأهل، قديش فيني أنا بلش بخطوات بسيطة بالبيت من خلال ترك هيدا الطفل يمكن عند مثلا تيتي أو جده، بلش بمراحل، لأنه ما فيني أنا ما هيئ الطفل لهي المرحلة وفجأة فورا أفصله أو أسلخه عن أمه بشكل كامل وفوته مثلا فينا نقول للروضة. هلا بتجي أهمية هاي المرحلة لأنه نقطة حساسة ومفصل أساسي بحياة الطفل. صحيح. لأنه هي أول مرة هو بينفصل عن أمه، ببعد عنها، وبيحاول إنه هو يكتشف المحيط، يكتشف البيئة المحيطة، يكتشف المجتمع الخارجي. فبتجي الروضة بهذا الموضوع، هي نقطة حساسة بحياة الطفل، لأنه نحن بدنا نتعامل معه بحب بحنان، بحيث إنه هو الطفل يألف على الجو، يألف على المحيط بدون بكاء. يعني أنا في عندي أطفال ممكن يتأثروا، ينتابن شعور من القلق، ينتابن شعور من الخوف لأنه أمهم تركتهم. فقبل هاي المرحلة، قبل مرحلة الروضة، بيجي أنا عندي مرحلة تهيئة للطفل. هذه التهيئة ما بتجي قبل بأسبوع أو قبل بعشرة أيام من بداية الروضة. هاي المرحلة أنا لازم أشتغل فيها مع الطفل قبل وقت منيح، مشان أنا أكون الطفل مرتاح والأم مرتاحة. ممكن الأم هي تشتغل عليها مثلا قبل بداية الروضة، تحاول أنه تنفصل عن الطفل ولكن بهدوء، يعني بشوي شوي. يعني ممكن مثلا إذا هي عندها مشوار خارجي، أنه هي تترك الطفل عند أختها، عند أهلها، عند حدا قريب درجة أولى، مشان الطفل يتعود هو أنه الحياة ماشي، وهو ما حيصر له شيء إذا الأم بعدت عنه أو إذا اختفت أو إذا راحت مشوار ورجعت. فهذا الموضوع نحن بالطفل هو بيعاني منه أو بينتابه شعور من القلق أو من الخوف بالروضة، لأنه هو عم بيألف على مكان جديد وروضة جديدة ورفقات جداد، مجتمع جديد، أنسة جديدة، فهو بده ينتابه الشعور من القلق أو من الخوف. هذا الموضوع بينكسر مع مرور الوقت، يعني الطفل هو بيحتاج شوية وقت، بيحتاج أيام أوقات، بيحتاج أوقات. مثلا أنا في أطفال بيختلف من طفل للتاني، ممكن طفل هو يضل عم يبكي كمثال يعني ساعة، ممكن طفل يبكي ثلاث ساعات، ممكن طفل يضل عم ينتابه شعور من القلق أو التوتر مدة أسبوع. فأنا بدي أحاول أكسر له هذا الحاجز وخليه آلف أكثر على الروضة. طبعا هاي المشكلة أو هاي النوع من التوتر أو القلق شو سببه؟ هو سببه تعلق الطفل بالأم. يعني أنا بلاقي طفل متعلق بأمه كتير، هذا ممكن يأخذ معي شغل أكثر من الطفل اللي هو ما نوم متعلق بأمه، أو مو إنه ما متعلق، هو متعلق لكن عنده موضوع غياب عادي، أو موضوع غياب الأب هو بالنسبة له عادي أو هو متعود عليه. هذا التعود بيجي من خلفية سابقة، يعني من أيام قبل أنا ممكن إني أشتغل فيها مع الطفل لحتى أنا هيئه إنه هو يترك أمه أو ينفصل عنها ولكن بدون بكاء. طيب أستاذ علي، يعني عادة في كتير سيدات بياخذوا الأطفال على الحضانة قبل الوقت اللي هو لازم يروحوا عليه أساسا، كنوع من أنواع التهيئة، أنه خليه يتعرف على هذا الجو ويتعود عليه، مشان وقت يصير بده يدخل على الحضانة يكون شوي متعود. هل هي تعتبر وسيلة جيدة أو لا؟ هلا العمر الامثل للطفل يدخل الروضه هو من 3 سنوات. ممكن في اهالي بيكونوا موظفين، الام موظفه، ظروف عملها بتتحكم انه هي تترك الطفل من 2.5 سنين، او ممكن قبل، يعني يكون مثلا بيبي فوق 6 شهور. صحيح. هلا انا كشخصيا يعني بشوف الاطفال اللي بيدخل عندي الروضه من 3 سنوات بيكون ادراكه، شخصيته اقوى، ادراكه افضل، اكتسابه للمهارات اللي هو اكتسبها بتكون افضل بكثير اللي دخل 3 سنوات. في عندك اهل نوع من القلق او نوع من التعلق من الطفل ما بيدخلوا ل5 سنوات. هلا هو منيح، بس الافضل انه هو لا، هو الافضل يدخل تماما بعمر مبكر، بياخذ معنا وقت بالاندماج اقل، والمهارات اللي بيكتسبها بتكون اكثر. يعني انت طفل 3 سنوات له منهج تعليمي خاص فيه، طفل 4 سنوات بتزداد كل ما نحن طلعنا سنه. صحيح. الخبرات والمهارات اللي بيكتسبها بتكون اكثر،
لنمهده لحتى هو يدخل على المدرسة. هلأ لا، أنا مع أنه الطفل يدخل بعمر مبكر، يعني إذا الأهل من 4 سنوات بيكون منيح، من 3 بيكون أفضل، بس ما كل الأمهات قادرين. صحيح تماماً. اليوم بس خلينا نحكي معك عن أهمية، ممكن فينا نقول التعاون المشترك مع الأهل والكادر التدريسي أو التعليمي. وين بدي حط ابني مثلا، إذا حطيته بروضة أو حطيته بمركز آخر، هي التهيئ المشترك أو التساعد، يعني فينا نقول مع بعض، قديش فعليا بيوفر وقت وجهد، وقديش الطفل بيكون مرتاح. لأنه في طريقة تعامل مع الطفل كلياتنا بنعرف، لما بدك تعامل طفل أكيد ما رح تعامله مثل يعني شاب كبير أو ولد فينا نقول فوق 10 سنين، مختلف طريقة التعامل، وفيك تعمل يعني عمليات كسب الطفل بطرق مختلفة. الأم بتقلك أنا بغنجه أبدلله، الكادر التدريسي أو بالروضة في نوع من الالتزام، لكن في طرق تعامل متبادلة ممكن أنا أحبب الطفل بوجوده بهذا المكان. هلأ بتجي هاي المرحلة مهمة جدا بحياة الطفل، نحن بنطلق عليها مرحلة الفطام الثاني. موضوع الدلال وموضوع الغناج المفرط، أنا دائما بنصح الأم أنه هي ما كتير تدلل الطفل، يعني هي مثلا الدلال ممكن يكون بنسبة 30% والتزام بنسبة 70%. دائما الطفل الملتزم بتكون شخصيته أفضل، اندماجه مع الأطفال بشكل أريح بشكل حلو، تلقي للمعلومة واكتسابه بيكون أفضل بكتير من الطفل اللي هو عم بيعاني من موضوع أنه الأم كتير عم بتدلل، أنه هو بتلاقي أنه ممكن كل الوقت هو جنبه، حتى لو بأي زيارة عائلية أو بأي مشوار هو قرب والدته. هذا الموضوع بيعكس بالسلب نحو الطفل، يعني بيصير شخصيته اتكالية، هو ما هو قادر أبداً أنه يندمج مع المجتمع مثل الطفل اللي ملتزم بنسبة أكبر. فأنا دائماً بشجع الأهل أنه الالتزام أو الالتزام يكون أكثر من الدلال. هلأ كلياتنا بنحب أولادنا، وكلياتنا ما في أمة بتحب ابنها، وما في أمة بتمنى أنه ابنها يكون هو أكثر حدا مدلل ومغنج، لكن بحيث ما يأثر على الشخصية. يعني نحن أي حدا أكيد بالمجتمع كان في عنده محيطه رفيق يكون هو مدلل، هذا بتحسي انه شخصيته شوي ضعيفه اتكالي، ما قادر يقوم بواجباته بشكل صحيح مثل الطفل الملتزم او الطفل اللي هو عم بمارس اموره بنفسه، يعني معتمد على حاله وذاته. طيب استاذ علي، خلينا نحكي اكثر عن كيفيه التعامل مع الطفل بهي المرحله. يعني قلت في عده اشياء لازم نحكي عنها لتهيئه الطفل، نبلش نحكي ولو بتفاصيل صغيره. هلا تهيئه الطفل للدخول الروضه، انا ببلش فيها مثلا اذا كمثال الروضه ب1/9، انا ببلش فيها فرضا قبل ب3 شهور. ليش؟ مشان الطفل هو شوي شوي. ممكن الام تحكي عن الروضه كمثال، يعني انا عم بقول تحكي بالشيء الايجابي، انه بكره انت رح تروح على الروضة، بكرة أنت رح تتعرف على رفقات جداد، رح تتعرف على محيط جديد، الأنسة حبابة، الروضة حلوة فيها ألعاب، هي أنا بكون عم هيئ الطفل نفسياً. ممكن حالة تانية أنه أنا أعمل زيارات خاصة للروضة، يعني مثلاً خلال فترة الصيف أي روضة بيكون فيها نادي صيفي بعمل أنا زيارة خاصة للروضة بحيث الطفل هو يكتشف المكان، لأنه بنرجع بنحكي عن موضوع الألفة، أنه الطفل هو يألف على المكان، يألف على المحيط الجديد اللي هو بده يتعرف عليه، يألف على الأنسة اللي هي بدها تكون مثل الأم الثانية بالروضة. فبقدر أنا ما بهيئ طفلي بقدر ما بيكون الموضوع أسهل وبيكون أخف بكاء عليه وأخف قلق وتوتر. صحيح. تمام. أكيد يعني معلومات مهمة، بنتمنى أكيد الكل يكون استفاد منها، خصوصا نحن مقبلين على مرحلة جديدة هلأ قريبا، رياض الأطفال والمدارس. شكرا كثير لك أستاذ علي. سهلا. شكرا لك. أكيد نشكرك أستاذ علي حمدان على وجودك معنا، شكرا كثير لك. أهلا وسهلا فيك. أما هلأ سلمى بننتقل لفاصل صغير ومنتابع باقي فقرات صباحنا غير. أما هلأ نور وصلنا لمحطتنا الختامية، ومثل ما بنعرف اليوم صارت مواقع التواصل الاجتماعي وأجهزة الموبايلات متاحة للجميع بكل الأوقات وبأعمار مختلفة. للأسف هي أكثر خطورة على الأعمار الصغيرة أو الأطفال مثل ما بنقول، اللي ممكن يكونوا عرضة للتحرش، لعمليات نصب، أيضا كتير من القصص اللي هي ممكن تؤدي لمشاكل بهذا السن المبكر، وما يعرفوا أو يخافوا يحكوا أو يشتكوا أو يقولوا أي شيء، وهي بتكون مشكلة كتير كبيرة. أكيد سلمى، لكن دائما نحن بنسلط الضوء على القانون السوري اللي تضمن كتير مواد هي بتصون الطفولة وحقوق الطفولة، وقديش مهم نسلط الضوء عليها وشو ما صار لازم الأهل يحتضنوا طفلهم ويقولوا لازم يحكي لنقدر ندافع عنك للأخير، لأنه الطفل وبراءة الطفولة بتلاقي كتير سهل أنك تخوفيه ترعبيه. وكثير عم نسمع للأسف عن قصة
قصص عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتحسي حالك فعليا لازم يصن قوانين جدا شديدة لحماية كل الأطفال. نحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الأستاذة الجميلة المحامية رنا ديفي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير نور، يسعد صباحكم جميعا، صباح الأخوة المشاهدين، صباحك يا سلمى. صباح الخير أستاذة. خلينا نبلش، يعني نحن اليوم قلنا بدنا نحكي، إذا فينا نقول يعني بشكل أوضح أو مختصر أكثر، الجرائم المعلوماتية التي تقترف بحق الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نحكي بداية السن القانوني اللي بيتعامل فيه القانون السوري مع، خليني أقول، صغار السن بأنه هو طفل، وشو بيفرق طبعا هذا الشيء. تماما. هلا نحن اي جواب بدنا نجاوبه يعني بدنا نكون دقيقين بتحت سقف القانون السوري. صحيح. فنحن عندنا كان قديما يعني سابقا انه مجموعه بكل قانون، مثلا قانون العقوبات، قانون الاحوال الشخصيه، قانون في شيء بيتعلق بالاطفال ضمن مواد القانون، فبتلاقي دائما كيف ما رحتي على اي قانون في شيء له علاقه بالطفل، ارتكبت جريمه معينه بيقولوا لك عقوبتها هيك، بس لما بيكون متعرض الشخص المعتدى عليه هو الطفل فبيكون تشديد العقوبه. بعام 2021 صدر القانون 21 اللي هو جمع هالقوانين، حاول يجمع هالقوانين بقانون خاص بحقوق الطفل، وهذا شيء كتير إيجابي، يعني بيصير مرجعيتنا نحن قانون حقوق الطفل طبعا بما لا يتنافى ولا يتعارض مع بقية القوانين المعتمدة أساسا يعني. ولكن هذا القانون مثل ما قلت أنه جمع كل القوانين، وكان عنده هدف هذا القانون بالإضافة إلى أنه تجميع كل شيء بخص الطفل، أنه يعزز دور الدولة بمؤسساتها الحكومية والخاصة لحماية الطفل. يعني سابقا بجوز الناس ما كانت تعرف، تقول لك انه هذا الطفل مسؤول من عائلته، انه ايه اذا وقع عليه جريمة فاكيد القانون هو بده يحاسب المجرم، ولكن كحماية كرعاية هو له علاقة باسرته، شوية جمعيات اهلية مثلا او منظمات معينة يعني. لا، اليوم اجى القانون ليقول لانه الدولة تكفل بكل مؤسساتها الحكومية والخاصة، تكفل حق الطفل، تقدم ضمانات لحقوق الطفل. فكان هذا الهدف من هذا القانون. هيدا الجزئية، هي جزئية كتير مهمة. تمام نور، أنا بس بدي جاوب سلمى على السؤال، ما بدي أتجاهل السؤال، إنه هو شو بهذا القانون إجا عرف الطفل، قال مين هو الطفل؟ كل إنسان لم يتم 18 من عمره هو طفل. في الجمهورية العربية السورية. صحيح. أي حدا تحت 18 هو طفل. فكل شيء بدنا نحكيه هلأ بيكون على هاي الشريحة من الأطفال اللي هن تحت سن 18. هذا سؤالك. وأجمل ما في هذا القانون مثل ما قلتي أنه الدولة لها الحق في ضمان حق. نعم. الطفل ورعايته، لأنه نحن بنعرف كثير من القصص اللي بنسمعها ما بينحكى عنا، بينسكت عنا، والعيلة بتلمها هيك من تمساكت. صح. هون صح. لا، ممكن إذا حدا سمع بقصة ولو الأهل مثلا ما بدهم يحكوا فيها، في يتناول هذا الموضوع، يتجه للقانون. هي الجزئية اللي جدا مهمة اليوم. خلينا نحكي عن هي الجزئية، لما نقول حق الطفل ضمان للدولة، هي بتعمل لك يعني، بنحكي عن الرعاية. هون الاختلاف مثل ما قلت بداية حديثك، كنت عم نشوف بعض البنود بقانون الأحوال الشخصية اللي هي بتتضمن انه اذا كان طفل رح يكون جرمه هيك او حمايته بهي الطريقة. نعم. بدك نحكي عن ضمانات اللي بتقدمها الدولة لحماية الطفولة. أهم ضمان يعني أنا برأيي إنه إذا بدي أحكي عن هيك بالعموم، أهم ضمان إنه تقدم له قانون، هذا القانون يعالج كل التفاصيل اللي ممكن يتعرض للطفل، كل الحقوق اللي لازم يعني من حقه يكتسبها بالجمهورية. صحيح. العربية السورية يكون في قانون مبندة، مو شيء هيك يعني إنه عشوائي. صحيح. فأول ضمان هو قدمت له هذا القانون. هلا الأهم من وجود قانون جيد بيحكي، يعني هذا القانون بيحكي إنه الطفل له حق الرعاية الصحية، الطفل له حق التعليم الإلزامي في المرحلة التعليم الأساسي وهو مجاني في كافة المراحل، الطفل له حق بأنه يقدم مواهبه، الطفل حكت شيء له علاقة بالعمل، أنه أنت لما بدك تيجي تشغل طفل، أنا عم بحكي هلا هيك شغلات عامة لقلك شو هي الحقوق اللي أعطاها هذا القانون، أنه والله أنا بقانون العمل ممنوع تشغيل الطفل اللي هو صار هلا ضمن بنود القانون الجديد قانون 21 تحت ال 15 سنة، أنه ماشي تحت ال 18 شغله بس تحت ال 15 لا ما في. طيب شغلنا طفل بعمره أتم ال 15 من عمره بس ما أتم 18، هذا هيك بيتشغل بشكل مثله مثل غيره؟ لا، مو مثله مثل غيره، في شروط معينة لتشغيله، بده يكون المكان مؤهل لهذا العمل، بده يكون في تقرير طبي بيتقدم عن حالة الطفل الصحية اللي بده يشتغل بهذا العمر، بده يكون في ساعات عمل معينة وطبيعة العمل إنه بتناسب قدراته الجسمانية لأنه هو تحت سن 18. إذا في كتير شغلات عالج موضوع، أنا كتير حابة أسلط الضوء عن موضوع مثلا كنا نسميهم سابقا الأحداث الجانحين، الأطفال اللي بترتكب. صحيح. أفعال إجرامية خارج نطاق القانون، اليوم سماهن القانون بقانون رقم 21 بعام 2021 سماهن أطفال بحالة نزاع مع القانون.
كيف عالج الموضوع؟ شو حكى عنهم؟ كيف هن بيتحاسبوا مثلهم مثل الشخص العادي ولا لا؟ كثير عطى حقوق، بس الاهم انا دائما بقول هاي الجمله انه عندنا وجود قانون بيعالج كثير حلو، تطبيق العمل للقانون. انا لما بيجي بقول انه في عندي طفل في حاله نزاع مع القانون، اول شغله بيقول لك انا ما بدي هينه، ما بدي حاسبه كمجرم، بدي احاول اعمل له شيء اسمه إعادة تأهيل. بدي أعمل حتى سماها هو العدالة الإصلاحية، يعني ما استخدم موضوع مصطلحات جريمة وعقاب، لا، في عدالة إصلاحية بتتوجب علي أنا أصلح طفل بهذا العمر. طب يا ترى نحن عم نطبق عمليا هذا الشيء؟ يعني على حيز الواقع دور الرعاية الخاصة بهذا الموضوع هي فيها كوادر مهيئة ومؤهلة؟ برجع بقول بيكون عندي مخالفات، هي مخالفات فردية، يعني قانوني كتير حلو وكتير بيحمي، بس التطبيق العملي صراحة هو ما في تطبيق عملي جيد أكيد. أو كافي أكيد. كمان يعني أستاذة رنا، نحن بنعرف أنه في عنا كتير مشاكل بتخص الطفولة ومن عمر كتير طويل، حتى دخلنا بموضوع التسميات واختلفت التسميات. صحيح. بنعرف سابقا كان يقولوا أنه هذا طفل لقيط. نعم. هلأ صرنا نقول لا، مجهول النسب. صرنا كمان نحدد أكتر، يعني مواضيع صارت هلأ ينحكى عنا بشكل أوسع بالقانون، منها أيضا زواج القاصرات. قديش كان هذا الموضوع موضوع جدا سيء، وشهدنا حالات خطيرة خلال الحرب على سوريا بحجة العادات والتقاليد، وأنه عادي أنه تتزوج الفتاة أو الطفلة بعمر صغير. خلينا نحكي عن القانون بما يخص هاي الناحيتين. طيب رح نبلش فيهم واحدة واحدة، نحكي ببداية عن مجهولين النسب، وبعدين نحكي عن زواج القاصرات، هن ظاهرتين منفصلتين. في شغلة أنا حابة أقولها، أنه نحن نتيجة هلأ وسائل التواصل الاجتماعي في عنا ظواهر شعر العالم أنه هي صارت زادت عن حد الطبيعي، يعني أنه ظاهرة مجهولين النسب صارت كثيرة بالمجتمع السوري، وأنه نحن أمام مأزق وكذا. رح أحكي أنا أرقام دقيقة ما جبتها من عندي، بسؤالي للقضاة الشرعيين يعني. قالوا أنه نحن ما كان عندنا زيادة ملحوظة في مجهولين النسب حتى خلال الحرب في سوريا، مثل ما هو شائع. هي عملية وجود القصة على مواقع التواصل الاجتماعي بتعطي هذا الشعور. هلا هي يمكن تكون هي شيء إيجابي ويمكن ما تكون إيجابي، لأنه أنت وقت بتسلطي الضوء على ظاهرة بتحركي مجموعة ناس مختصة، يعني مجموعة جهات لتعالجها حتى لو كانت هي ما أنا كبيرة، فهذا شيء إيجابي. بس أنا ما بدي يتاخد فكرة أنه المجتمع صار بمرحلة خطرة، لا، صراحة هي كانت من حالتين لثلاث حالات شهريا تجينا هي مجهولين النسب، يمكن اليوم صاروا أربع حالات شهريا. بس أنا لما بتزيد عندي حالة واحدة ما فيني أقول أنه الظاهرة تعممت. صحيح. يعني أو أنه الظاهرة صارت متفاقمة في المجتمع السوري. المجتمع السوري يعني لساته متماسك، لساته يعني قدر الإمكان أكيد في نحن الخلل من سلط الضوء عليه، والنقطة السوداء بصفحة بيضة حتبين قد ما كانت صغيرة. فيك تسلطي الضوء، هذا كله كان موجود تماماً. لكن تسليط الضوء انتشار الظاهرة، في أسماء معينة وردت بمواقع التواصل الاجتماعي، صرنا نعرف أنه فلانة سموها روح مثلا، لقوها فلانة ما بعرف شو، يعني بغض النظر هلأ عن التسميات، ولكن صرنا يعني بصورتها أكثر. فهي الظاهرة هلأ كيف عالج القانون السوري هو الأهم، هي الظاهرة بغض النظر إنها منتشرة ولا قليلة، ولكن هو عالجها. بيقول لك القانون السوري تماما إنه شخص لقى حدا طفل في مكان ما، هذا الطفل سماه مجهول النسب، شو بيعمل؟ هيك بشكل بسيط، أول شيء بياخده على أقرب مخفر شرطة، مخفر الشرطة بتحوله لوحدة رعاية أولية اسمها، هي موجودة بمشفى الأطفال، بتعمل ملف صحي لهذا الطفل اللي انوجد بدون أب بدون أم، انوجد أحيانا قدام باب الجامع بمكان معين بالشارع اللي هو. فأول شغلة بيعملوا له ملف، بيرجعوا بيحولوه على دار الرعاية الخاصة بمجهولين النسب التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. أتمنى تكون الدار، أنا ما عندي فكرة، هذا مو اختصاصي، ولكن المفروض أو القانون بيقول أنه بده تكون مهيئة لرعاية هذول الأشخاص. يعني بيترعرعوا فيها، بيكبروا، ممكن بعدين أنه يصير لهم حياتهم الخاصة بس يتجاوزوا سن معين. ولكن من الناحية القانونية كيف بيتعامل معهم القانون؟ لما بيوصل عنا طفل لدار الرعاية الخاصة بمجهولين النسب، أول شيء بترسل الدار مندوب للسجل المدني، مطلوب منه هذا المندوب أنه يسجل الطفل. كيف بده يسجله؟ بيعطوه اسم أب، اسم أم، يعني مجازي عبد الله مثلا، اسم أم، بيعطوه جنسية، بيعطوه
بيعطوها فيما بعد هويه. هلا اذا ظهر فيما بعد ابوه مثلا او ظهرت امه فبينسب لامه. بس لما ما بيظهر حدا بياخذ هو هويه وبيمارس حقوقه كامله مثله مثل اي مواطن كحقوق، بغض النظر هلا ممكن يكون مذكور كلمه لقيط، هي ثغره يعني نتمنى تتعالج. يمكن هن اخذين بعين الاعتبار حفظ الانساب ليوم من الايام يكون في شيء يؤدي لاختلاط النسب مثلا، فلسه ما ترممت هي الثغره، ولكن هو كتعليم كصحه كدخوله على اي مكان بيدخله المواطن السوري هو مثله مثل كل المواطنين، بيدرس بالجامعات بيتقدم له الخدمات الصحيه، تعليمه مجاني وتعليمه الزامي في المرحله الاساسي، هو بياخذ كل حقوقه. هيك نظر القانون السوري للشخص مجهول النسب، بهي الطريقه عالج الموضوع. والقاصرات كنا عم نحكي زواج الظاهرة الثانية اللي كنا بدنا نحكي فيها هي زواج القاصرات بالتعديلات الأخيرة لقانون الأحوال الشخصية وحتى مذكورة بقانون حقوق الطفل، ممنوع أن يكون هناك زواج دون سن ال 18 سواء كان هذا الشيء للذكر ولا للأنثى، لأنه سابقا كانت الأنثى سن زواجها أقل، يعني هو أقل كان 17 يعني، بس إنه صار 18 زادوها سنة. هلا في ثغرة صراحة مشان نكون نحن هيك موضوعين، احنا معك دائما بنكش الصغرات يعني لانه ما فيني ما احكي يعني هلا ممكن صحيح. تكون ما بعرف شو وجهه النظر، بس انه بيقول لك هو انه ممنوع الزواج تحت ال 18، ولكن اذا اجاني الذكر والانثى وهن قالوا انه نحن بحاله بلوغ، شاف القاضي هيك صحتهم الجسمانيه وهن صادقين في مقولتهم انهم بالغين وانه هن بيقدروا يتحملوا مثلا اعباء الحياه الزوجيه، ولو انه انا عندي راي وهذا رايي الخاص يعني انا ما عم بتبنى اي، انا رايي الخاص ورأينا الحياه الزوجيه ورايكم كمان الحمد لله صرنا انه الحياه الزوجيه ما هي قدره جسمانيه فقط على التحمل، صحيح. الزواج بده قدره عقليه وفكريه يعني صحيح. تماما صحيح. تماما بغض النظر هي هي الثغره باطفال، يعني كيف بده ينبنى البيت على اطفال يعني تماما. هي مشكله خاصه كبيرة. نحن هلا يا اما معناتها خلينا ننهض بابنائنا نخليهم هن على قدرات ذهنيه وفكريه ومن القوه النفسيه لحتى لما يوصلوا لل 18 يكونوا فعلا نحن نقول يلا دخلناهم على المؤسسه للزواج وقتنا رح نخلص معك حديثي مخلص يعني. بس سريعا خلينا نحكي عن الطفل مثل ما قلنا اللي دون سن 18 اللي نحن بنسميهم أحداث ضمن القانون، ممكن ارتكب جريمة، ممكن هو للأسف أساسا ما بيعرف شو عم يشتغل، هو نتيجة ترعرع وبيئة هي اللي هيئت له كل هاي الظروف وما في رقيب عليه. صحيح. هون كيف صنفه القانون السوري وتم التعامل؟ أجمل كلمة لما نقول إصلاح يعني إصلاحه إعادة تأهيله مع عدالة إصلاحية، هي جزئية كتير لازم نضوي عليها سريعا. صح. كنا سابقا نقول عنهم احداث جانحين بقانون خاص بالاحداث الجانحين، بقانون حقوق الطفل ذكر انهم اطفال بحاله نزاع مع القانون، انا عجبني هذا المصطلح انه هن بحاله نزاع مع القانون، بشو نحن بندور وقت بنشوف طفل بحاله نزاع مع القانون؟ بندور على كلمه العداله الاصلاحيه، انا بدي اصلح المجتمع بشكل عادل بدون ما اسيء للطفل لانه هو ما بيمتلك اهليه انه ساله يعني. صحيح. تحت العشر سنين هو لا يجرم ابدا، لا يلاحق جزائيا ابدا، اذا كان فوق العشر سنين ولم يتم ال 18 هذا اللي عم نحكي عنه اللي هو في حالة النزاع مع القانون اللي بيتلاحق جزائيا ولكن ما بيفوت على سجن عادي مثله حتى ما يتعلم اللي ناقصه، يعني هو بيفوت على معهد إصلاحي، المفروض هذا المعهد الإصلاحي يكون هدفه رعايته إعادة دمجه مع المجتمع، بدهم يفصلوا الصغار عن الكبار، كل حدا بفئات عمرية معينة بده يكون صحيح. مع بعضه، الشخص اللي عم يتحاكم لسه يعني بطور المحاكمة ما لازم يحطوه مع شخص ثبت عليه الجريمة ومحكوم لأنه وقتها بيعلمه هو اللي كان ما تعلمه يعني، فهنا هي لازم ياخذوها بعين الاعتبار، لازم يكون في عنا كوادر حتى شرطة يعني مذكورة بالقانون أنه عناصر شرطة مهيئة ومدربة للتعامل مع الأطفال بما فيها عناصر نسائية، قد يكون هذا الحدث أنثى يعني فبحاجة لعناصر من الشرطة النسائية، بتمنى أن يكون التطبيق العملي بدور الرعاية الإصلاحية يكون على يعني على كفاءة تناسب انه معالجة هدول الاطفال لاعادة دمجهم بالمجتمع، نحن بنتمنى كل اطفال سوريا يكونوا بخير ما يتعرضوا لشيء ولا هن يكونوا بموقع يعرضوا حدا لشيء. اكيد بنتمنى هذا الشيء من ضمن صوتنا اكيد لصوتك استاذة رنا، بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ان شاء الله بحلقات قادمة بنتفصل ايضا بمحاور أكيد. اخرى ان شاء الله. الاستاذة رنا ديب دائما الوقت بيمر معك بسرعة، بس اجمل شيء انه نحن دائما بنحصل على معلومة مفيدة، ومثل ما قلتي اهم شيء تطبيق القانون جدا مهم ولازم نسلط عليه الضوء بشكل مستمر، بس تطبيقه على أرض الواقع هو الأهم لكسب أطفالنا. صح. خلال الحرب والظروف القاسية اللي تعرضنا لها كلنا. شكرا كثير لك. شكرا لك نور.
أما هلأ نور بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نتمنى نكون من خلال ضيوفنا والاختصاصات المتنوعة قدمنا معلومة مفيدة لكم. أكيد لا تنسوا تتابعونا كل يوم الساعة 9:30 بتوقيت طبعا دمشق، والإعادة 1 بالليل ومقتطفات على صفحتنا. ضلوا بألف خير ونهارك سعيد نور. نهارك سعيد سلمى. لهون بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، بكرة ملتقانا مع أهم محطات رحلتنا الصباحية خلال الأسبوع. تابعونا بكرة على شاشة الإخبارية 9:30 الصبح. إلى اللقاء.